أي بلد باش يستضيف أنه يقدم أنه باش يلعب هذه المباراة ديال الشان ما عمرو داها. كنتمنى أننا نكون من المحظوظين باش نفوز بهذه البطولة. وكما كتعرف الناخب الوطني الأول ميسيو إيرفي رونار كيشرف هو على باش يحضر المقابلات، يعني هذا عنده واحد بحق لينا أننا نقدموا واحد المقابلات اللي كبيرة باش إن شاء الله يكون بعض اللاعبين في اللائحة النهائية ديال لاكوب دي موند. وكنتمنى أننا نمشيو أبعد نقطة في هذه المسابقة. وكما كتعرف عندنا لاعبين اللي موهبين عندهم مؤهلات اللي هما كبيرة يقدروا يبرزوا على المؤهلات ديالهم في المغرب ولا خارج المغرب. وكنتمنى أننا نزيدوا بالكرة المغربية القدامى إن شاء الله.